السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أهلا سيدي محمد، يا مرحبا. كيف حالك يا سيدي؟ الله يبارك فيك ويحفظك ويرعاك مولاي. والله نحبك في الله. أحبك الله أخي الفاضل. والله استفدنا منك كثيرا. جزاكم الله ألف خير مولاي. الله يجزيك الخير، والحمد الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه الأمطار اللي عطانا. الحمد لله على الحمد والمنة. رمضان نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخيرات إن شاء الله. تبارك الله خيرات كثير الحمد لله تتوالى علينا. الحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله فضل الله تعالى. الله سبحانه وتعالى كبير، عنده كل خير سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الحمد رب نشكره مولاي، الله يكثر خيركم. الله يستفدنا منك كثيرا والله. نحبك. جزاكم الله ألف خير. الله يحفظكم سيدي، الله يطول عمركم مولاي. عائلتك في مزيان. الحمد رب نشكره سيدي محمد. الحمد لله سيدنا وسيدك رسول الله. كذا طنجة عندكم سيدي محمد اليوم الأول ديال رمضان، كيف مضى عندكم هذا اليوم؟ والله إن المساجد ممتلئة، ما كنجبروش إذا نصليو، والحمد لله. الله والله العظيم، والله العظيم إلا تأخرت غير دقيقة ما كنجبرش إذا نصلي. والمقرئين الحمد لله موجودين، المقرئين حماة القرآن الكريم، المشفعين. نعم نعم الحمد لله، كاين مقرئين شباب تبارك الله. الحمد لله تبارك الله، اللهم بارك لله. اللهم بارك والله. الحمد لله. وسيدي محمد إذا سولتك أخويا بالنسبة للحالة الاجتماعية والاقتصادية، الناس في رمضان كتكون ربما مع غلاء الأسعار وبعض الناس ضعفاء، واش كاين تعاون، كاين تسامح، كاين المساعدة، كاين الإحسان بين الناس؟ الحمد لله في الحياة العامة العادية. الحمد لله كاين البركة، الحمد لله كاين الإنسان اللي كتساعد وشوية، واخا الأسعار طالعة ومهم الحمد لله الإنسان اللي كتب الله راه فيه شوية الحمد لله. اللهم بارك اللهم بارك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، بعد اللي يفتح المساجد وعطانا هذه الامطار ومن بعد هذا الشيء يكون الخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. شكرا لك سيدي محمد، شكرا لك سيدي محمد، وبشرتينا عطيتينا رؤية مختصرة عن إقليم طنجة، هذا الإقليم الجميل، هذا الإقليم التاريخي، هذا الإقليم اللي مر بأحداث كثيرة منذ أن كان منطقة دولية إلى أن صار منطقة مغربية، وأهل طنجة أهل العلم وأهل الفضل وأهل الإكرام، وأكن لهم احترام وتقدير كبير لأنني سافرت معهم إلى الديار المقدسة. أهل طنجة وتطوان من أجمل وأنبل وأطيب خلق الله تعالى، نظافة وجمال ونظام وأدب وشغف بالدين. الحمد لله سيدي محمد بلغ لنا البشارات، بشارات عظيمة جدا ديال أن هذه الأمطار ديال الخير كما عمت في إقليم ترودانت هي أيضا في إقليم طنجة. هذه الأمطار ديال الخير الحمد لله راه عمت المملكة الشريفة برمتها تقريبا، هذا خير عظيم. وبشرنا أيضا بأن المساجد ممتلئة عن آخرها، وهذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، الذي يولي اهتمام كبير لبيوت الله وللشأن الديني، وقد أعطى تعليماته السامية مبكرا للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لاتخاذ التدابير اللازمة. ومنذ ذلك اليوم على مستوى المندوبيات الإقليمية ديال الشؤون الإسلامية بالمملكة كانوا الناس خدامين ليل نهار. أنا كنت كندير بعض الجولات بعض المرات في بعض المندوبيات تاع الشؤون الإسلامية بالدار البيضاء وبالرباط ومدن أخرى قريبة من الجهة، ما شاء الله كنلقى بأن الحمد لله القيمين الدينيين والمندوبين الإقليميين وجميع المسؤولين يشتغلون مثل خلية النحل، كانوا يجتهدون لإعداد بيوت الله. ماشي أمر هين، ماشي أمر سهل، أمر كبير أن فتح بيوت الله والحفاظ على نظافتها والزرابي ودور المياه والنظافة والإعداد، يعني كل بيت كتدخل ليه ينشرح قلبك وفي طاقة استيعابية فيها المئات والآلاف ديال المصلين. هذا أمر يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى 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 قدرة كبيرة وإلى غطاء مالي كبير، كل هذا تم توفيره. ثم كذلك المشفعين،
راه ما سهلش هذا الامر ديال ايجاد ائمه ومشفعين يكونوا اولا حافظين لكتاب الله ويكونوا متقنين. هذا الدور قامت به المجالس العلمية بالمملكة. المجالس العلمية بالمملكة كانت مدة كلها خدامة ليل نهار كيختاروا المشفعين وكيجتازوا لهم الامتحانات لأنه ما يمكنش يخطأ. سمعت واحد السيد مسكين مشى كمشفع ولكنه ما قبلوش وطلب مني مشي عند السيد رئيس المجلس العلمي نطلبه ونزوق فيه. قال لي شوف هذا السيد لو أخطأ في النحو أو في الصرف أو في اللغة نسامحه ونجوز عليه، لكنه أخطأ في القرآن لا يقبل، لابد أن يكون متمكنا في القرآن الكريم لأنه سوف يصلي بالناس وسوف يكون مشفعا في المحراب. وقلت له كلامك صواب فعلا. فالحمد لله كانوا السادة رؤساء المجالس العلمية كانوا يقوموا بمجموعة من الامتحانات والاختبارات للحافظين لكتاب الله تعالى، ثم يحصلوا على الجودة ديال الأداء، أنه ماشي غير حافظ فقط وإنما أن يرتل القرآن ترتيلا، لأن الناس خلفه اعتادوا على سماع الصوت الحسن والأداء الحسن. وفوق هذا الشيء كله خاص لابد ذاك المشفع يكون إنسان سوي، ما عندوش أخطاء في التربية والأخلاق، يكون بعيد عن الشبهات، بعيد عن هذا. دور آخر كيقوموا به الأجهزة الأمنية باش يحافظوا على الأمن والسلامة ديال المساجد، وتبقى الأمور بعيد عن التجاذبات السياسية أو الأمنية أو الخلافات بين الناس. يكون ذاك الإمام أو ذاك المشفع رجل فاضل ورجل كريم ورجل محترم وعليه إجماع الجميع. تبارك الله تعالى في كل من ساهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه الأمور. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.